اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اولا كنرحب بكم كاملين وكنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف حبيبات على التعارف الزوينه اللي كتخليو البنات. انا غادي نوريكم اول الكادوات اللي بداو كيجيو لبنتي، غنبقى نوريكم واحد بواحد كما كنقولوا. هاج ليها هذاك، هي راه حلاتو راكم شفتوه، هذا اللي جابوا ليها. دابا غيا تحل الاخرين نشوفوا اش فيهم، وكما قلت لكم اي حاجه جابوها لهنا غنولي نشاركها معاكم. والله برافو، شوفوا شنو داخل. اوه زوينة عيشة، يلا شوفي الاخر. واو 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 صافي البنات، نكملوا الفيديوهات ديال الكادوات ومخلطين حتى المشتريات ديالي. هاكا عيشه، حدا هذا ديالك شوفي شنو فيه. يعني كاين البنات اللي جابوهم مغلفين، كانوا اللي جابوهم ما مغلفينش. نجي هنا عيشة، الله يا ربي وشريتو يا البنات. يلا حلي حلي، كملي كملي. والبنات والله العظيم انا عاد ندير لكم تشوفوا انا شريتو ليها، ولكن شكرا ليهم. حلي سعدتك يا عيشة، باي لسعدتك. سعداتك يا عيشة، عندك الزهرة وحسب لي كاع بنتي ما نشريه. واو شكرا لينا، شفتي؟ شكرا يا لينا، فعلا يعني هذا شتي الناس كتشري الحاجة اللي محتاجين لها الواحد، كتعرف اش دير في الكادوات. اجي انت حسن حلو ديالك، المهم ما عرفتش انايا شنو. البنات واحد القضيه، اي واحد مسكين كيشري كادوات البنت اللي عندها عيد ميلاد، يعني كيشري حتى الدراري. غادي تشوفوا شنو فيه. لا ما هكاك البنات، البنات خليتي لازم 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 واو زين، اجي حسين حل ديالك. شكرا شكرا، هذا زوين، هاد ستيلوات هادو زوينين. انا نشوف انا نشوف راه حسن حل، نشوف نشوفو نشوفو شنو نوريو الحبام. البنات اللي بغا يشري يشري بحالهم. شفتو البنات هذا يعني فيه جميع الالوانات، شفتو يعني بغيتو اصفر، بغي جميع الالوانات البنات كاينين فيه. شفتو شحال فيه من لون،
تبديلهم في 3 ديال. سانتا حسين صحتكم وعافيتكم. شكرا للاصدقاء، شكرا لهم بزاف. انا غادي نوريكم دابا انا زدنا في الاخرين. يلا هانتوما حليت الشوكولاتة دابا، الا بغيتكم باشكم عافاكم. هادو البنات جبت لهم صديقه صفراء، جبتهم ليها يعني هادي ما جبتهمش مغلفين، اللي جاو مغلفين. هادي بيجامه البنات ديال النعاس، هانتوما كتشوفوها مزيونه عجباتني بصراحه الله. وحط ديكور زوين شفتو فيها شوفوا كيف دايره، يعني جايه من هنا طويله ومن هنا طويله، وفي الجناب جايه قصيره، جايه واحد الديكور فيها زوين عجبني. شرا لقيتها حتى انا شراها لراسي. الغيره الغيره. شوف الام مسكينه ما جابوليهاش يا البنات والو، ما كاينش اللي كيتفكرني. هذا البنات ديال الرياضه جبتو ليها نيت اللي جابت ليها هذه، هادشي باقي لاصق هنا نحيدو. يعني زويون انت هو، شفتو البنات فيه الجياب يعني صالح للرياضة. جاتو ليا هو، انا شايفة هادو كيما قلت لكم يعني ما جاوش في، بغيت نشاركهم معكم يعني ما جاوش في مغلفين. هذا حتى هو هادشي باقي لاصق، كلشي تحيد ليه اللايك ديالو. المهم من بعد هادي حتى هي البنات، يعني الفوقاني ديال هادي شفتو حتى هي نفس الديكور كما قلت لكم. شفتو جاي زعما بصراحه هاد الله كتعرف تشري ليها هادي، كتعجبني ملي كتشري ليها شي حاجه كتعرفنا حنا مسلمين يعني عزيز علينا الحاجه اللي كتكون مستوره. هانتوما شفتو يعني شاري ليها دائما الجهه هادي اللي كتكون لور، دائما كتكون طويله اكثر من شفتو اكثر من الجهه القداميه. المهم شكرا لهم بزاف الدراري، ما عقلتش شنو جرات لهم هادي والله ما عقلت. غنحيد هادشي. الاخرى جابت لهم البنات، هادو جابتهم الدراري هانتوما كيما كتشوفو. هكا باش نبين لكم مزيان البنات، شفتو شريت لهم جوج ديال حسن، راه لبسو البارح، ها مشيت غسلتو يعني ما كاينش. وديال حسين هو هذا، هو باقي في الميكا ديالو. شريت ليها البنات هادي، هادي عجباتني البنات بزاف. شوف كيفاش دايره زوينه جاكيطه، يعني تستاهل ليها لهاد الوقت هكا من يبدا يبرد الحال. عجبني فيها الديكور ديالها زويون. المهم شكرا لهم بزاف، شكرا جميع اللي شرا لهم شي حاجه، شكرا للاصدقاء بزاف. هذه حتى هي شرات عليها هكذا، يعني كلها كما كنقولوا ورود شفتو. وهادو البنات هادو شريتهم، ها انا اللي شريتهم لبنتي، ها نوريهم لكم. خاصه البنات ما غاليينش، خديت لها هذا ديال تجي تجي نرطب. وهذا البنات خديتو لها ديال الرياضه حتى هو. هذا البنات شفتو هذا زوين اللي عجبني هنايا فيه، فيه داك الصنطه ديال اللاستيك يعني كيتجبد. هما هادو هما اللي شريت انا، وغندوز دابا معكم الشقير اللي شريت ليهم. كلشي بغاو هادو البنات، ما بغاوش ليا يلبسوا ليا حيت عندهم الشقير ديال العام اللي فات، لكن ما بغاوهمش، كانوا بغاو هادو. انا نوريكم التروسات اللي شريت لهم حتى هما، راه مزيونين البنات. يعني فيهم جوج ديال الجوايه، راه ما بقاوش كيشريوك داكشي اللي بغينا حنا، ولاو كيتشرطوا عليك شفتو. هادي دمن ديال حسن،
كتحاول البنات باش تسوتشو ديالها هذاك ليبرو يعني اللي كيحتاجوا البنات في المدرسه. عيشه ما غتحتاجوش يعني. غنحل هذا نشوف لكم البنات، راه بحال الشكل هذاك اللي جابوا العيشه شكل وجه نتمنى يكون كيبان. انا ديما كندير معكم تصاور ماشي تلميح. ها انتما شفتوا البنات يعني فيه كل شيء مجموع يعني كما قلت لكم. ها انتما هذا ديال الحسن نشوفوا دابا ديال السي الحسين هكا السي حسن جمع شباطر هذا السي حسن الحسين طلعوا الفوطة باش ترجعوهم في الباليزة نفس الشكل البنات يعني غير هذاك هذاك حل وهذاك بلو وزاك زرق هذاك حل زرق ماشي زرق هذا يعني على كل واحد وكيفاش اللون اللي حضى. لاستو هادو البنات لا تروس راه بحال بحال يعني بحالو بحال ديال خوه ولو هذا حتى هو بحال بحال غير المهم اللون اللي اللون كل واحد شنو عزل هكا وديش صافاك. هذه ديال عيشه هذه اللون ديالها هي بغات هاد اللون هذا كما قلت لكم البنات لاتروس انا شريتها ليها ماشي غير وحده شوفوا هذه جاتها مع الشفاره ها هي كما قلت لكم يعني فت شريتها لها يعني شريت لهم طقه وحده لكن جات لي هذا بركادو شفتوا يعني نفس علاش عايشه اللي حيتيها من بلاصتها لا هذا حتى هو شريته ليها حتى هو فيه لاتروسا فيه ستيلو فيه بومه فيه هذوك نشاره المنجره لا قلم الرصاص المهم فيه كلشي. وهذه شفتوا هذه اللي عجبني البنات فيها بحال الشكل اللي عندها في الجاكيطه يعني شفتوا يعني دابا عندها جوج ديال هادو عطا بنتي شي واحد الكادو شي حد ما عندوش عطيها لي كنهضر معاك بصح ملي تمشي عند صحاباتك لقيت شي وحده ما عندهاش هادو صافي ليها كلشي عنده ايوا تتسولي لقيت شي وحده ما عندهاش ليها عطيه ليها يعني هما هادو ديال عيشه كما قلت لكم صافي هاكي بنتي جمعي دابا تنتي شبارتك قديها هاكي ايوا ندوزو عزكم الله للصباط اللي خديت ليهم حسن البنات خديت ليه هادي وضع هادي يعني الصباط ديال الرياضة كل واحد ولاش بغاها انتم كتشوفو ومازال البنات مازال ما كملتش كما كنقولوا باقي خاص باقي ما خديتلهمش التراول باقي ما خديتلهمش داك التخربيقات اللي خصهم. هذه ديال حسين هو بغى هذه كما قلت لكم كل واحد فيهم شنو بغى يعني البنات زويونين وخفاف نتمنى يكون كيبان لكم تولي قدها أفولي ودير لك بوستها غنشوفو ديال عيشة هادي هادي العيشة وخا خديت لها البنات راكم شفتو خديت ليها داك المرة ودابا مازال قالتلك من شافت خوتها قالتلك بغات حتى هي ما بغيتش نكسرها خاطرها خديت ليها حتى هي ولكن صراحة الله زوينين البنات وصحاح ويجيو ليها ساهلين يعني فهمتو يعني دغيا كتخشيج ليها وتسد يعني حسن من أخرى بالزيور. المهم البنات كنتمنى يعجبكم هذا الشيء اللي خديت وكما قلت لكم دابا البنات كاين سكونتو يا غيكسي وليدات وداك الشيء يخرج دابا لان ما ناقصين بزاف من هنا حتى لاخر شهر 8. المهم البنات كنقول لكم شكرا لكم حبيباتي ومع السلامه وكنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله بحول الله وشكرا لكم بزاف كما قلت لكم دعواتكم بزاف البنات مع الوالده ديالي الله يخليكم والديكم.